هذا البرنامج برعاية جولدينا زيت نجمة وفانواز. مرحبا بكم في جولدينا، أنا محمد الكعبي، عمري 27 سنة، شيف كويزيني. باش نستدعى إيد بحذايا اليوم باش نعمل له بلانكيت وطون، وعنا دواد فاطمة بشفريت والديسير فلان شوكولا، إن شاء الله تعجب. الآد وتقوله إيش تحب في الدنيا، يقول لك حاجتي الماكلة والمرشي. وقديش يحب صاحبنا يطل على كل شيء، على الطماط، البطاط، الخضر، الحوت، وحتى الأرنب مسلمش منه ولا يحكي معاه. وبعدها اقضى قضيه باش ياخذها للشيف محمد. بي اسلام شيف، اسلام، مرحبا. عايشك عايشك، شنو اخبارك؟ الحمد لله. دونك شنو باش نتعب توا؟ بي اليوم عندنا بلانكيت دو بوف اوتون. اها بي، وعندنا من بعد باش نحضروا دواد فاطمه او شوكليت. داكو بيه للبلانكيت عنا الماء سخون حاضر، نستحق الحم باكري ولا ايه، عنا طن 200 غرام فروماج، حار عظام، رند، كركم، كليلو زعتر وأوريغان سوفاج، ثوم وزيت نجم. داكو بريمير ايتاب. بيه ناخذو رند، حطو خمسة رند. كابيت رند، خمسة ستة كابيت برسك. عنا كركم مغرفة كبيرة، برسك مغرفة طعم الهلف ولا. عنا كيلو زعتر أوريغان سوفاج، برسك زوز مغرف باش يعطو قو باهية. وعنا ثوم، راس ثوم، هذا راس ثوم كامل. باه ونزيدو شوية زيت، بسم الله ولا. نخلطو الخليط الكل مع بعضو. حط اللحم بالوحده بالوحده فوالا، حط بجنبها ما تحطش فوقها فوالا، كيكا يعطيك الصحه. بجنبها بون، حط جنب منا كيكا يعطيك الصحه. سوا طيب، نرجعوها على النار فوالا، نغطيوها ونخليوها تيب ومينيموم نص ساعه. باه داكو. قصروا العظام، نجم نعمل تفضل. قص انت العظام، خم فقط انا اللحم. ناخذ الطول، انا قداش طون مخذينا؟ حكه بتاع 70 غرام بريس. حبه تزيد تحط شويه فرماج. صافا بينا. بيا حط 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 صافا. هذه 100 غرام ولا 100 غرام جبن؟ أكثر شوية من 100 غرام. باهي، هذا الخليط بتاعنا، فرغنا الخليط في صحفة كبيرة، خلطوه شوي، نحطو
مشتو برشا مش شوي مش كل يدخل في بعضه كوم يلفو. رجلنا الفاس فارس بقات ناقصتها كان عظم. اها نكسروا عظمه حطوا عظمه وتنجم تحرك توا. اللحم احضر بيه سي فرز سي مراوالها بيه سي بون. هذا اللحم عنا حاضر. شوف كيفاش شوف مانيفيك. هذا عنا البلاتو بتاع الفور خرجوا بالترانش. هز مغرفة وحطها ومسحها عليها مسحة. داكور زيد عبي وحط على الأرض. أو صحيح يعني. هذا بشي يبقى برسك 5 دقائق في الفور يعني صحيح. وي جيست حط شوية صوص. منين الصوص خطر هذه طاو تنجم تستعملها فون لأي ماكلة. أي ماكلة باش تعملها تصفيها وتصبها في وسطها تمرق بها يعني كل واحد تعطي جو بنينة برشا. معناتها بالحملوش بال اللي تحب اللي تحب به. دونك عندنا بلا كاملة راكع ومش واضحة به. عنا الفور محطوط على 250 دقري به به باش نحطوا فيه اللحم لمدة تقريبا 5 دقائق. 5 دقائق به. بسم الله تفضل. فوالا فوالا عنا بلانكيت دو بوف حضرت صحيح امورها واضحة. نخليوها في الفور باش تبقى شادة سخانتها. وتو باش نحضروا دوات فاطمة او شوفريت. دوات فاطمة او شوفريت باهي. شنو لازمنا؟ لازمنا زيت نجمة باش نخليو فيها دوا. وبالنسبة للفارس لازمنا فروماج عظم مسموطة رابي وشوفريت. وعنا كعب عظم منية باش نشدو بها الخليط. نستحقوا زبدة جولدينة باش نخليو فيها شوفريت باهي. يعني باش نحط على الغاز ونخلي شوفريت وانت تحل الملصوقه ورقه ورقه باش تجينا سهله من بعد. باهي داكو باهي. اوكي نحط نخليها على الغاز. غاز زبده لا ذوبنا الزبدة. ناخد الشوفريت فوالا. ناخد شوية كركم شوية ملح صحيح. سكروا عليها صحيح. شوفريت طايبة. طوها في الصفة. نجم ذوق طف. اوه منينة نحطو فروماج تاو باه. لا فروماج سما. دونك عندنا قداش فروماج؟ برسك 50 غرام باه. صافا صافا خلتهم كم فوق. فقصوا عظمة تاو لقيتك الأحلى كما خلط. صبوا الزيت توا
اها دونك تصبوا برشا زيت مش برشا برشا لازم كعبة الدواء تحطها في الزيت تبدا الشطر ما تتغمش ومش ناقصه الشطر كعبة الدواء صافا امورنا واضحه تو باش نبداو نحضروا كعبة البريك تاعنا علاش اسمها لماذا فاطمة على خاطر اول وحده عملتها اسمها فاطمه على ذلك تسمت دواء فاطمه به قص بالسكينه في الوسط بالضبط قسم على زوز قص بالسكينه في الوسط بالضبط حضروا الديسير شنو عندنا للديسير؟ عندنا بريباراسيون فلان غو شوكولا فانواز اللي نستحقوا لها نص لتر حليب وزوز مغارف سكر وهذوما عندنا زوز كيسان اللي باش نصبوا فيهم الفلان بعد دونك برك حليب وسكر هكا البريباراسيون نصبوا لها بطبيعه نحلوا عندنا الباكو حلينا الباكو باهي صب لي الحليب باهي نص لتر نص لتر صحيح واحدة واحدة شبون صبا حط سكر ونصبوا البودر بتاعنا اها بسم الله حركوا بالسياسة انخلتي بالسياسة واحدة واحدة ولا كيك صح كملنا حلينا البودر في الحليب والسكر شعلوا الغاز ونحطوا فوق الغاز نحطوها فوق الغاز ونتبعوها بشوي بشوي تقريبا لمدة دقيقة يعني دوب ما يغلى نطيحوا في الغاز نخليه تمشي طاو واحدة واحدة نجم من تفضل مرحبا من بعد باش نحطوها في الثلاجة تبقى تقريبا ساعتين صاي غليت اد ايه انا هنا صبا غليت حطها هنا طاو باش نصبوها في الكيسان ريحتها بنينة ريحة بنينة صافا طيب نحطوها في الثلاجة هي تقيس هيا فوالا توا كل شيء يحضر هيا نمشيو ناكل على رواحنا هاي نمشيو هاي بسم الله مرحبا بي عايش بسم الله عايش بسم الله جاتك صحة عايش بنينة بنينة الظاهرة طعمة الشوفريت فيها وكروكون او ميم طون سي بون وخفيفة وخفيفة وي فوالا تحسها خفيفة يعني مش كيف اللي بيكلها